الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أحمد بن عبد الرحمن Oh,
صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أمل وراحا كبرا وأسدا. يا رب صل على محمد.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان والولي برهانه الممسوك في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجد وعزم شان خلق الخلق الهكمة وتوى علينا علما وبسط لهم بوفائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل عليه برحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المهبوب. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المنى الذي تقرب به المنان. وما عظم هذا الفن الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة زهرت في هيكل محمود. فتعطرت في وجودها أفلاف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما تصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى Oh,
سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تأكل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كبير بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان ودعي هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن بهن بترحيب وامطار الجود إليه علي على أهل الوجود تهتج ألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله فالقدرة كشفت إناء هذا المسطور لبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وانفذ حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر إنا ودعي أمة تعنسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة عاسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمات الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفرض صبو الكمال من النور المعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم نقطة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Oh,
وسلم وبارك عليه وعلى آله. سر الفاتحة. Alhamdulillah, terima kasih sudah sama-sama kita ikuti pembacaan Cikir Maulid. Mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, mari saja kita ikuti pembacaan pelajaran yang akan disampaikan.